اول وقفه رح تكون جوله داخل مصنع فيراري. احنا موجودين داخل متحف فيراري. تاريخ العراقة الإيطالية بكل معنى الكلمة موجود هون. واحدة من أغلى سيارات انباعت بأوكشن حول العالم. وهيدي يا جماعة الـ F50. إنزو فيراري شخصياً موقع عليها على هذه السيارة. يعني هي الـ SF90 سيارة خارقة، كيف إذا بتزيد عليها XX ترادالي؟ هيدا جزء من التاريخ بكل معنى الكلمة. فيكتوري روم. حلقة جديدة من سياحة وسيارات، مكملين بموتور فاست بجولتنا. إنما هالمرة حناخدكم بجولة داخل متحف فيراري بمارانيلو. شخصياً محمس على المليون، لأن السيارات اللي حنشوفها من جوا سيارات سباق، سيارات تاريخية، سيارات حديثة، اللي بدكن إياه عن تاريخ سباق فيراري الحافل بالنجاحات حنشوفه مع بعض جوا. أنا بالأول اشترك بقناتنا على اليوتيوب، فعل الجرس، ونبلش الجولة بفيراري، موزيو فيراري مارانيلو، متحف فيراري بمارانيلو. بيت بافاروتي، أوتودرومو دي مودنا. فاجئونا بهالمكان الرائع. رح ناخذكم بجولة بباروم. أول وقفة لقلنا مارانيلو. أول وقفة مارانيلو يعني فيراري. كيف ما برمت بدي سميها مدينة فيراري بكل معنى الكلمة، كيف ما برمت عم تشوف سيارات فيراري، عم بتشوف كل اللي له علاقة بفيراري. إنما أول وقفة رح تكون جولة داخل مصنع فيراري، بس نتمتع بهذا المشهد الرائع. خبرية اللي حنشوف إذا بنقدر نعمل فيها شيء أم لا، إنما الخبرية إنه داخل ممنوع التصوير. بس خبركم معلومات سريعة عن مصنع فيراري بالداخل. أول شغلة، كل شارع داخل مدينة فيراري بدي سميها مسمى باسم أحد سائقي فيراري اللي بيربحوا بسباقات الفورمولا 1. إنما الشخص الوحيد اللي ما له اسم داخل شوارع مدينة فيراري هو مايكل شوماخر، بالرغم إنه هو أهم سائق. شو السبب؟ السبب إنه مايكل شوماخر عنده ساحة خاصة له باسمه. لهاللحظة فينا نصور، من بعد هيك ما فينا نصور. رح نجرب نجيب لكم فيديو رائع جدا عن عملية تصنيع سيارات فيراري بالداخل، ونخبركم بعض المعلومات اللي عرفناه. انه اذا انت عم تشتغل على محرك 12 اسطواني من فيراري، انت المهندس بتبلش من اللحظة اللي بلش فيها تصنيع المحرك لحديت تسليم السيارة، وكل سيارة المحرك الخاص، مش تصنيع محركات وما دايما نحطهم بستوك. كل محرك محدد لسيارة، والسيارة بيبنوها على اساس المحرك مش بالعكس. محركات 6 اسطوانات V6 مثل 296، ومحركات 8 اسطوانات كمان الى assembly line عادي. رح نجرب نجيب لكم بعض المشاهد من الداخل، مش بكاميرتنا طبعا، نجرب نطلبها من فيراري ونحط لكم اياها بالفيديو. اذا لا بنشوفكم بمتحف فيراري بمارانيلو. في متحفين، قصه طويله. نرحب فيكم بحلقة جديدة من سياحة وسيارات. سامعين الأصوات، تعرف هدول أصوات غيار إطارات الفورمولا 1. إحنا موجودين داخل متحف فيراري بمارانيلو. ليش عم بقول بمارانيلو؟ لأنه في متحف إنزو فيراري موجود بمودينا. هيدي الحلقة الخاصة بمتحف فيراري ضمن جولتنا بموتور فعلي. فقبل ما ناخذكم جوله بالمتحف وشو فيه امور خارقه جدا 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 مثل ما عودتنا عليها فيراري، بدنا منكم تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، فعل الجرس. حلقه جديده من سياحه وسيارات، جزء من موتور فعلي.
جزء من حلقات موتور فالي، التور اللي عم نعملها بإيميليا رومانيا بإيطاليا. نبتدي. صرنا داخل متحف فرق. كمية العالم مخيف يا جماعة، هنجرب قد ما فينا ناخدكم بجولة على السيارات الموجودة، لأنه تاريخ العراقة الإيطالية بكل معنى الكلمة موجود هون. يلا جولة. فيراري 250 LM 1963، عملية التصنيع لهالسيارات الرائعة جدا. تاريخ فيراري بيحكي عن حاله. 1993، لك كيف كان شكل السيارة، لك كيف كان شكل السيارة، لك كيف كانت الايروداينامكس، لك كيف كانت الهندسة. وهي السيارة عم نشوفها بالحالة النهائية. أول غرفة حندخل عليها بمتحف فيراري هي سوبر كارز. شوف جوا سوبر كارز. أنا برأيي في جوا السيارات اللي حددت معنا كلمة سوبر كار. بس تبلش تحكي عن سوبر كارز ما فيك ما تحكي عن 1984. شوف الجمال، شوف الجمال. جي تي 1984 V8 يا جماعة، بتسعين درجة، محرك سعته 2855.08 cc. هالقد الدقة بالهندسة اللي لها علاقة بهندسة السيارات. 400 حصان على 7000 RPM من 0 ل 100 ب 4.6 ثواني. توب سبيد 305 كيلومتر بالساعة. بس لتعرف انه عم نحكي عن فيراري جي تي او 1984. ب 1984 فيراري قررت تعيد احياء سيارتين تاريخيتين، خلينا نقول اسطورتين عن فيراري، تيستا روسا والجي تي او، اللي هي كتير مرتبطة بعالم التقنيات وخلينا نقول الحضارة الرياضية عن فيراري. خليفة 250 جي تي او اغلى سيارة فيراري انباعت بالاوكشن، واحدة من اغلى سيارات انباعت بالاوكشن حول العالم. ترجع لجراند توريزمو اومولوجاتو. ومن الجي تي او منتقل على الاف 40. في داعي احكي عن الاف 40؟ بعتقد ما في داعي احكي عن الاف 40. الاف 40 بتحكي عن حالها. انا شخصيا من الاشخاص المعجبين جدا 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 بتصميم هذه السيارة. بعتقد الصورة الأشهر اللي كانت موجودة بغرف الشباب بفترة التسعينات هي سيارة F40 مع اللون الأسود موجود بالباكراند، والسيارة والجانح المخيف والمحرك المخيف، كل شيء بدكن اياه. فيراري F40 انتج منها فقط 1311 نسخة. سيدتي سادتي، فيراري F40. هذا عم شوفه هون 1987 V8، محرك 2936، 478 حصان من 0 ل 100 ب 4.324 كيلومتر بالساعة السرعة القصوى. الأسطورة والأسطورة F50 يا جماعة، 1995، بمحرك ال V12 اللي موجود عليها، 4698.50 cc، 520 حصان، 3.87 ثواني، 0 ل 100 325 كيلومتر بالساعة. عم بحكيكم يا جماعة عن ال F50. بس ليك المنظر، ليك المنظر. دائما في أسئلة تنطرح، F50 ولا F40؟ أنا شخصيا بحب ال F40، خاصة فترة الثمانينات والتسعينات تميزت بالسوبر كارز، والتسعينات تحديدا بين F40 وال F50. بال 1995 نزلت ال F50 بجنيفا موتور شو، بثمان سنين بعد ال F40، سينجل سيتر يا جماعة، بس مخبية بشكل جي تي، شبيهة كتير أو حتى بالتقنيات اللي ما بيعرفوا كان كثير كتير منا تقنيات فورمولا 1 مستعملة داخل هذه السيارة. استغرق حوالي 2000 ساعة بالويند تانل اللي يشتغلوا على الداون فورس ليعطوك شعور السيارة السباق بكل معنى الكلمة. 349 يونت بس تم إنتاجها بال 1995. أكثر شغلة تميز الـ F50 هن الفتحات اللي موجودة بغطاء المحرك، اللي شوي شكلها
مختلف. ليش؟ لأنه مانا فتحة إلى الداخل، فتحة إلى الخارج بالعكس. وهذه يا جماعة الـ F50. بس إنزو فراري شخصياً موقع عليها على هذه السيارة. عم بحكي طبعاً عن فراري إنزو من 2002 بمحرك الـ V12 5998.80. عم كون دقيق جداً بكم سي سي، 660 حصان، 3.65 من 0 ل 100، وسرعة قصوى تتخطى 350 كيلومتر بالساعة. هلأ صار الأمور عم تاخد منحنى شوي خطير، لأنه كمية الناس اللي واقفة على فيراري مرعبة يا جماعة. مش عم نقدر نصورها، كل شوي في حدا عم يجي يتصور معها. إنما هذه السيارة تستاهل، لأنه تحفة فنية بكل معنى الكلمة. أول سيارة هجينة من عند فيراري. اللي اليوم عم نشوف ايه حقات داخل كل سيارات فرق، لما نحكي عن سيارات الهجينة ان كان SF90 ولا 296 ولا شو جاي بعدين كمان، كله بلش بهذه السيارة الهجينة الهايبر كار، اول هايبر كار ليميتد برودكشن موجودة عند فراري اللي هي اللافراري. 2013 V12 هايبرد انجن، محرك اللي موجود عليها 6262 سي سي. السيارة بتولد 800 حصان من محرك الفي 12، 163 حصان من محرك الهايبريد، 0 ل 100 تحت 3 ثواني، توب سبيد 350 كيلومتر بالساعة. بعتقد لازم نعجل شوي لأنه كمية يعني نعطيكم فكرة، مجموعات من الناس تجي على متحف فراري بمارانيلو. مجموعات، عم بحكي بكل معنى الكلمة مجموعات، لأنه بس شوفوا على هذه السيارة في مجموعة، على هذيك السيارة في مجموعة. أنت عم تحكي عن فراري، عم تحكي عن واحدة من أهم وأعرق شركات السيارات بما يتعلق بالسوبركارز اللي ما بتشوفهم كل يوم على الطريق. فمنكمل الجولة. طبعا هون في الـ SF90XX سترادالي، كان لنا فرصة نشوف هذه السيارة لما كنا بكازا فراري بدبي. جولة سريعة على السيارة الخارقة الـ SF90XX سترادالي، إصدار 2023، محرك V8 3990، 1030 حصان يا جماعة، 1030 حصان، أسرع من 320 كيلومتر بالساعة. السرعة القصوى لهذه السيارة الأكثر من خارقة عند فيراري. يعني هي الـ SF90 سيارة خارقة، كيف إذا بتزيد عليها XX سترادالي ريمز كاربو فايبر. هيدا جزء من التاريخ انت عم تشوفه قدامك، هيدا جزء من التاريخ بكل معنى الكلمة. عم بتشوف مكتب إنزو فيراري. شوفوا يا جماعة، مكتب بسيط جدا 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 جدا، طلع منه سيارات ومحركات مخيفة جدا جدا جدا. في قصة ما بزي مخبركم اياها هلأ، شايفين الطيارة اللي موجودة هون؟ لاحظ الشعار اللي عليها، بتحسه قريب من شعار فراري، من اسطول الطيران اللي كان موجود الى قصه شعار فراري. بس هاي بنترككم اياها لحلقه مختلفه. معلومه سريعه لمحبي فراري، المعلومه بتقول انه انزو فراري لما بلش قياده السيارات السباق كان عند الفا روميو. شخص اسمه سيفوتشي هو اللي دخلوا على عالم السباقات عند الفا روميو، وفي قصة عن هذا الموضوع على قناتنا على اليوتيوب بغموض وأسرار عالم السيارات، لما حكينا عن سيفوتشي وحكينا عن الفا روميو وحكينا عن سر الكوادروفوليو. هذا مش موضوعنا، وحابب تحضره فيك تحضره على اليوتيوب عنا، دور على غموض وأسرار عالم السيارات الفا روميو. هلأ جولة فيراري A12 سوبر فاست. طبعا بالغرفة اللي فتنا عليها هلا في عندك الـ A12 سوبر فاست. يقال انها اخر سيارة بمحرك 12 اسطواني، انما بالوقت اللي انا عم سجل فيها الحلقة كانت بعد الدوديتشي ما نزلت، يعني سيارة المحرك الـ V12 الجديدة.
فما كان فينا نصرح على الاسم وقتها كنا عم نصور حلقة، انما هلا فينا نخبركم الموضوع. المهم الغرفة احنا موجودين فيها هي كل شيء كاستمايزيشن، كل شيء وان اوف، كل الخيارات اللي ممكن تاخذها انت من عند فيراري لما تكون عم تعمل الفيراري الخاصة فيك، جولة على بعض الالوان، بعض الامور اللي لها علاقة بالتطريزات الداخلية وحتى الرمز رينجات والديسك بريكس. هاي السيارة تم إصدار سنة 2023 بمحرك V8 بيولد 720 حصان F1 Dual Clutch Transmission مع 7 سرعات مع ريفرس، سرعة بتوصل لأكثر من 300 كيلومتر بالساعة. عصر الخمسينات وسباق الخمسينات حنعيشه مع بعض. بس 315S جولة. بال 1957 بطولة العالم فيراري عم بتنزل سيارة 4 لتر 12 سلندر رائعة جدا. أول سيارة تم إطلاقها ب 23 مارش بسباق ال 24 ساعة. سيارة لها تاريخ عريق بعالم السباقات. 1957 12 ثواني 3783 40 سي سي 360 حصان عم بيكون جماس 1957 4 سبيد اوتوماتيك جير بوكس مع ريفرس ماكسيموم سبيد 290 كيلو. عم تخيل هالحديث ب 1957. فيكتوري روم يعني غرفة الانتصارات، حضر حالك لجولة مرعبة. مش جولة، منظر مرعب بس تنفوت. شوف معي بس بس بعتقد هذه الغرفة بتلخص لك تاريخ فيراري العريق بسباقات الفورمولا 1 وغير فورمولا 1. أسامي عريقة عريقة عريقة، عم تحكي عن أسكاري، عم تحكي عن فانجيو، عم تحكي عن هوثون، عم تحكي عن ديمون هيل، فيليب هيل، احنا معودين على ديمون هيل. يس نيكي لاودا واحد من السائقين المفضلين عندي صراحة عبر التاريخ، وأكيد الأسطورة مايكل شوماخر. واللحظة اللي بتفكر حالك انه بعد غرفة الجوائز او الانتصارات بيكون خلص المتحف، تطلع توقف برا بتاخذ هواء نظيف وبتفوت بتكمل جوله بالتاريخ الريسينج او تاريخ السباقات على فيراري مع سيارات رائعه مثل مونزا اللي موجوده هناك، مثل 125 سبورت اول سياره فيراري من اوائل السيارات خلينا نقول اللي طلعت من معمل فيراري بمارانيلو. كملين الجوله. بس التاريخ موجود امامك، فيراري 125 سبورت من سنه 1947، هذه وحده من اول سيارات فيراري اللي اصدرت مباشره من المكان اللي احنا موجودين فيه. هيدي الدينو 246 جي تي اس، حكينا اكثر من مره عنها للسياره. هيدي اول سياره ست اسطوانات بتخرج من مصنع فيراري انما تحمل اسم دينو، دينو اللي هو ابنه لانزو فيراري الفريدو اللي توفى بظروف صحيه. انما ليش ما بتحمل شعار فيراري؟ لانه فيراري ما بتعترف بمحركات الست اسطوانات لحديت ما أطلقت الصاروخ الـ 296 جي تي اس من فترة قصيرة جدا. فهيدي كان بداية محركات الست أسطوانات تخليدا لذكرى ابنه لإنزو فيراري ألفريدو دينو فيراري. طبعا هون فرصة لتلتقط صورة تذكارية. لاحظ زلمة حيموت ياخد صورة تذكارية مع سيارة الفورمولا 1 مع الأبطال الحاليين ساينز
ولوكلير طبعاً ساينس مغادر الموسم الجاي. وبس تخلص جولتك داخل المتحف تطلع بتشوف السيارات الحديثة، خليني أقول لفيراري. يلا عنا جولة بدنا نكملها، بس هيك حبينا نفرجيكم شوي أو ناخدكم بجولة معنا. بس تطلع من المتحف بتكون ما خلصت رحلتك بفيراري، عندك السيميليترز موجودين هون، اللي بحب السيميليترز، وحتى عندك تحدي الإطارات. سمعين الصوت؟ تحدي الإطارات زي مرقونة. عندك تحدي الإطارات وتغيير الإطارات، يعني مش معقول. حتى هون العالم زحمة. وبعد ما تخلص انت وعلى طريقك الى الخارج بتقطع بفيراري ستور، كل الامور اللي بدك اياها مرشندايزنج. على فكره فيراري يمكن تعمل ارباح من المرشندايزنج تبعها اكثر ما بتعمل ارباح من السيارات. وهيدي كانت جوله، وهونيك الاوسيتا يعني الاكزيت. بس لخبركم انه كميه الاشخاص اللي موجوده مرعبه، وبعتقد بهيك وباحلى غرفه لموزيو فيراري مارانيلو رح نختم جولتنا بمتحف فيراري مارانيلو، لانه في متحف لانزو فيراري بمودنا. فالامور بعد ما خلصت سياحه وسيارات مكملين. هناخدكم بجوله بمتحف انزو فيراري بمودنا. هذه القصة الشهيرة والصورة الشهيرة لإنزو فيراري. أندر السيارات بالعالم، أندر سيارات فيراري وأغليها بمكان واحد.